بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. وحنكون احجرني في سورة الحشر، وحنكسو هدليني قصدي ربن النظير ويهودي إيا منافقين تي أرنتو ذا سنكسو هدليني. آيات دامرك كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. وفسرين تو وحيليهين ومثل هي تصالة لو سمين يوم يهودي ربنا نظير أو مثل لو قد يقول تتكي أيها هرتو مدينة لقرري سيدا يهودي قيب كمدة حيدو بني قينقاع ليرهدو أرين تاس أي آيدا لوغو ورما بيلي. مركا الله حوليه كمثل الذين من قبلهم قريبا، مثلهم يعني ريبا النظير حال كوذو وحولم ديه كمثل الذين كوي حال كوذي من قبلهم أيها كفري قريبا كل دونها كواس أي حال كوذو لم يديه ومحيها ينكوى مثل كوذو ذاقوا ويد الدميين كوى ريبني قينقاع ليرهدو ويد الدميين وبال أمرهم أي عاقبة أمرهم أمر كوذ عرب حمديسا أي الدميين وبال أمرهم أمر كوذ عقوبة ديسي وكفري إيو تكذيبك عاقب حمديسي عقوبة ديسي أي أدونك كود الدميين ولهم وحي إليهين عذاب عذاب إليهين عذابك أليم مدو حنوجينا آخر مركي تقام بكليهين ويا مركا. أيضا عبد الله بن عباس تتك مثل كالله قد يقرر بن النظير وعكوف السرى يا إنيهين يهود بن قينقاع قبيلة ذا رب بن قينقاع لهذا يهود كم لها إنيهين. ابن كثير رحمه الله قولك ابن عباس مركو سوغوريو وحوليه وكذا قال قتادة وابن إسحاق أي ماذا سنوي لقبا قتادة بن دعامة يا محمد بن إسحاق صاحب السير وأي لقبا ويا مركاسه وحويري. وهذا القول أشبه بالصواب، فإن يهود بني قينقاع كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أجلاهم قبل هذا. هذا الكاس إن لغف السر بني قينقاع لغف السر أيا أشبه بالصواب صواب كمتك أبقى كان شهب بدنه وقو صواب كبدنه وإساقويا محايا للرب بني قينقاع وحولي رسولك عليه الصلاة والسلام أيا وحور ري ومدينة وكر ري إنتان الرب بني نذير لرارين كهر أيا أيقى لرارين ويا مركب معناها أي ماركتي علماء الرجحان وقعة بني قينقاع محيا هيدون ريب بني قينقاع ريب بني نذير وكسو هذا كسو ذو وكهذا وتنصف شجن مدينة صدح قليل أو يهود كملة أي دجنا فلذا بني قينقاع ليرهدو وكو أجوه الرئي ولا الرئي ويا كو ريب بني نذير باكوحي كو أجود بين بني قريظة بأهاي مركز صدح ذا قبيل بمدينة دقري بني قينقاع مركز قصده ذو حيلاذه وقعده ذو حيد عظيم أي إمارة كتب تصير كإليهين وحا أيد عظيم بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد. بدر مركز أيد عظيم دبدي أحد نولي أهل قارن لأن بدر سنة كلا بعضها أحد نسنة كسد حاد بأهي وهجرة النبي عليه الصلاة والسلام.
لبدا دخلودا ايي دعدي غزوه بني قينقاع وقتي قاس اي دعدي بوليه مركا سداس ايي كتب تليهين سببته مركا اي كو دعدي sawbta qaswadaas ay ku dhacday iyo xaritaanka la raray bani qaynuqa laga raray madiina waxa way markii nabii ilaahay muhammad iyo asxaabtiisa mushrikiintii badr ay ka adkaadeen oo ilaahay subhanahu wa ta'ala libta uu ka siiyay nasriga iyo guushi ay heleen ayaa yahuudi arintaas aad uga xumaatay yahuudi madiinada ganay aad bay uga xumaadeen bal waxay ka baqeen arinta inay ayaga madiina joogistooda taafiir iyo raad ay ku yeelato ay ka cabsadeen marka warar bay marka bilbilaabeen iyo sheekooyin bay bilbilaabeen arintaas inay ka xun yihiin bay aad ugu sheekaysteen arintaas waliba ay raaciyeen inay wax shar sameeyaan shar inay sameeyaan muslimiintu ku sameeyaan inay ku fakareen arintii baa nabiga gaartay (alayhi salaatu wasalaam) markii rasuulka ay gaartay waa u yeeray reer bani qaynuqaa wuxuuna xusuusiyey cahdigii ballantii u yiilay ayuu xusuusiyey ha ka bixinayeen yaa laga bixin ballankii hal la ilaaliyo wuxuuna uga digay nabiga (alayhi salaatu wasalaam) haddii ay ballanka ka baxaan caaqib xumada ka imaanayso ayuu uga waramay intaa markii uu sheegay yay hadal aad u xun ay nabigu ku yiraahdeen ay ku radiyeen hadalkiisii hadal aad iyo aad u xun oo say yaani maaratay uga caraysan yihiin nasriga iyo guusha ilaahay oo muslimiinta siiyay tusinayo waliba uu tahdiid ku jiro oo nabiga ay hadidayaan iyo asxaabtiisa ayay nabigu ugu jawaabeen waxay soo guuriyaan kutubta siirka hadallada ay nabigu ku yiraahdeen waxay yiraahdeen yaa muhammadu إنك لترى أن قومك يعني موحد أركيسا إن ضدك هذا كلامنا هاي محمد قريش وكلامي أدنوم لا ينسابيران لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب يوسنك كذين بيدهم ضد إن لك لنتي أنا دقالك أقول وقريش دقال أقول إن لك لنتي ومركز فأصبت منهم فرصة fursadna aad ka heshay arintaas iyena ku kadinin baydaan aad iskaga ilaali biira inna wallahi la in harabnaaka la ta'lamanna anna nahnu an-naas baydaan yaani hadal kaasiira wallahi baan ku dhaaranay hadaan anagu kula dagaalano oo dagaal kula galno quraysh oo kale ma hini inaan dad nahay baad ogaan doontaa biira dad inaan nahay jiro baad ogaan doontaa hadalladaas oo tahdiidka uu ku jiro bay nabigu ugu jawaabeen calayhi salaatu wasalaam nabiga waa ka tagay riwaayadka marka qaar ka mid ah waxay ku daraan oo yiraahdaan maadaama cahdiga maarata la xusuusiyey ayaguna tahdiidka ay sameeyeen arrinta halkaa ku ekaatay yay marka ficil aan fiicnayn sameeyeen waxay leeyihiin kutubta siirka ay soo guurinayaan gabar gabdhaha muslimaadka ka midihi ayaa waxay timid suuqii bani qaynuqa qabiilada yahuuda ka mid ah suuqoodii bay timid iyadoo rabtay inay dahab ka gadato dahab inay ka gadato doonayso marka ninkii marka dahabka iibinayay bay la fariisatay markaas waxay yahuudi ku yiraahdeen wajigaada fayd gabadhii bay ku yiraahdeen markaasay diiday inay wajigeeda faydo marka mid yahuudi ka mid ah ayaa iyadoo sii jeeda gabadhii ayuu maradeedii tarafkeedii dambe gadaal inta soo maray ayuu dhabarkeeda halkaa ku soo xiray bay leeyihiin sidaas yiraahdeen si markay u istaagto cowradeeda ay bannaanka u timaado oo gabadho iyo canibaarta cowradeeda ay arkaan bay maradeedii dambe ayay halkaa kore ku soo xireen iyadoonan dareemaynin markii gabadhii ay istaagtay oo cowradeedii ay muuqatay ay hal mar wixii suuqa jooga ku qasleen markii qoslaan nin muslim ah oo muslimiinta ka mid ahaa baa arrintii aad uga xumaaday ninkii yahuudiga ahaa ee ficilkaas sameeyay ayuu dilay markaasi iyaguna wixii suuqa joogintaas kugu yimaadeen
أي نكي مسلم كأهاد دليل هل كبا مركا شرط كبلابتي نبينا عليه الصلاة والسلام مركاسو عيدا كيسي دياريي حصارو كسميي مركي أيغا لهريريي مدعي كجرين أي عبد الله بن أبي بن السلول أي أيمد ورأس المنافقين ها نبي أيو كردو ذي تتكان إني دتكيسيهين حليف أي مارتي أي حلف ليهين إن أنا الله تابنين بو كردو ذي إلى مركي الدنب النبي أو كأقبله إن أي مدينة كقورا حوله ذن أي قاتان ألابتو ذا قريوه ذا أي قاتان لكن وح سلاح يخبى إني سلب بحين أي يقول هو أقبل المركي الدنب مدينة مركي سلاح الله غرره مدينة سلاسة الله قرره إلا وحال إلى هذا كتب تسير كقرآن شام يدل كاس أي آذين هل كاس مارت أقورين خبنا ما أين قادنين وإيكتقين ويان مركة قصة داس أي هل كان لغو إشارة وبني قينقاع ويان مركة كوانا وحو رب ليه بل نظير هذا لجوغو مثلهم كمثل الذين من قبلهم مثلهم حال كوذو كوان ريب بل نظير وحو لم يديهي كمثل الذين كوي حال كودي من قبلهم أيق فرتو ذاها قريبا مرضو وربني قين قاعو مرضو مدينة ولا قرري أي حال كودي لم يديهاي سدى أيق والله رري أي أمارة أيق المدينة الله قرري ويا ذاقوا ويد الدميين وبال أمرهم أي عاقبة أمرهم أرن كودي عربتي سبيد الدميين يعني سوء العاقبة اللوجيلة عرب حمدي سبيد الدميين عقوبة ذيئة ومحي مدينة أي أنت الدجنايين إن لجرره أي كجوران ما رتي إياه لفتي إذا عق أدونك عقوبة أهوية بلد كذي ولا جرر أو ما رتي ودن كذي لجا عيريو أي عقوبة هيدوي أدونك أرنت سيد الدنيين ولهم وحي إليهن آخرنا عذاب عذاب إليهن عذاب كأليم مدوحا وجياء بآخرنا كليهن إلهي أبتس سبحانه وتعالى وين كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين كمثل الشيطان مثلهم حال كوذو كمثل الشيطان بولمديها منافقين تي باحد الله سوى النقون آية منافقين تي أي الله سوى النقون أو وعدك يبلنقات كسيسر ربن النظير كيري لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم هذا الكذب كي يربا لو سو نقري ومنافقين تيوي مثلهم اي مثل المنافقين منافقين تحال كوده وحو لمد يحي كمثل الشيطان شيطان كمثل كيس تساري سي او كله ايو لمد يحي يعني حق التخاذلك او اي كسميين خذلانك اي كسميين بني نظير اي كسميين عدم تناصرهم قرقار لأنتوذة وأينن أقرقارين أي رهدان وإذين قرقارين وأينن أقرقارين شيطان كي كلم ديه إذ وقت بي شيطان كلم ديه قال شيطان كأويري للإنسان قفك بني آدم كهو إنسان كأكويري أكفر قالو وربي قاقا ككفر أكويري مركو أطيعي فلما كفر إنسان كي مركو ورك شيطان كقاطي أو ككفرينا قال الشيطان كي أويري إني أنيه بريء بريبانهي منك أذيغا كابريه سداس بوكيري كاسو كلا بحالك وذل مدية محايا لون بريكا قاهي إني أنيه أخاف الله الله بان كعبسني اللي هي رب العالمين عالمين تربي وذيئها الله حسن كبقي يعني عالم كوحالي لهذا كل ما سوى الله وحي إلهي كسوحري الذي ربك وذاءها يخالق وذيئها أيان كبق ياب شيطان كي يروي مرك حالك منافقين تنا شيطان كلم يديها محايا للربن نظير بوحكو يرهدين هقورنا ماشي نجوغ ورك محمد نهيالنا دا قال لما أنك هدين ليذن كأود بطول ليذن سارو إذن كهر مينا وإذن لبحينا حدي يعني ما ركتي الدقال اللي ينكو قادنا وان دين قرقارينا ومع ذلك وما دقاقي مدعو دقاقي مجري مركب خذلان بكو سمايين وهوجيين وحي وقبتين ملك سيدا شيطانكو كرو مركب حالكي سلمي دين شيطانكو قفك بني آدمك
وحوت تساوح لي هذا التزيين والتصوير بأسمية معاصد أقرحية كفر أقرحية شرك أقرحية وحنا دم أقرحنية مركو شيطان كي وركيس أوقات قفك إنسان كان مالك آخر مركي لتقو وعذابك إلهي أي أرك أو أركه وأقبحه قال أنت أقبحه من كاسو هذا إني أخاف الله رب العالمين سلاسو شيطان كلها مركو حال كوذو حال كاسو لمية إنسان كان مركي إلهي ماشي وكشه إذ قال للإنسان كفر ليني وحلو جهدا وجنس من أطاع الشيطان من نوع الإنسان عد ألا عد شيطان كأطيعه أو إنسان ككمل لو جهدا أو كفر لي معاصيه وحي حماية دم كأطيعه أي لو جهدا مركا شيطان كأي حال كي سلم ديهاي شيطان كمركا أوليهاي إني أخاف الله رب العالمين محو جهدا إلا شيطان إلهي كما بقيه محو هذا الكأوليهاي هذا الكاس وحيني مفسرين ليس على الحقيقة ما هن حقيقة وحبب ما هذا الكائن إلهي كبقي ما هو بنتي لكن هذا الكوحو إليهي على وجه التوكيد من تبرئته من هذا الإنسان إنسان كان إنه كبريهي حوجين أو حوجين أي أتكين أو أتكين أيو درادت بهذا الكأولي حوجين أو حوجين أيو درادت بهذا الكأولي هوي شيطان كإلهي القرآن كون أبو شجع أدون كمركو إغراضة كقسمي إضلال تضليل أو قسمي كفر أو كدعاء إنه كبر النوم وصامرني الله في وقعة بدر في سورة الأنفال مركان كهد ليني سورة الأنفال غزوة بدر مشركين تأسجى تزيين قسمي وما أنت محمد يسحب تسوى ترتر يسم كسو يري مركب مكك سوى بحانه حلقة مدينة أي سوى آذين فإذا قال أسو حيد حيتين شيطان باس مارة التزيينية أقرحية الله حوليها وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم يعني أنت سكين وأقرحيي لا غالب لكم اليوم من الناس عد إن كأت كان كرتمجره وإني جار لكم أنا إذن قرقاري إذن قربتاقا وحاسك دلدلي فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أخاف الله وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب يعني ساسوا لي مر الله مركي لبدي إذا نسكفر يمادين أيو قلال قلال وقال الله بتشيطان كوا كبحي مركاسو حوير وحيد من إذنك أركي بان أنيقا أجيدا بريبان إذنك أهي مركا رب بان كبق يابو لي وبين تيسوي لكن وكوب صدي مركا وحي قليي معاصدي أو النبي إلهي رسولك للدر الروح إيدينك للع الله يتمى مركو يعني قليي أيو قبري نغذي ويا آخر مركا لتقنا إلهي بان ناشي سبحانه وتعالى إنه عد ألا عد الرعضي وردن خطبة دير وجهدين دون أو نكبر نقن دون في سورة إبراهيم أيها كسر مرنى ربي ليه وقال شيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم يعني هذا الكاسبير جيدنيا مركي ذكر لك الحكومة لما قضي الأمر أوحي فريق في الجنة وفريق في السعير ذكر الله كالساري قولنا أي جنة هذه آدي قولنا النار أي آدي أي خطبة ذاسي شيطان كخبصة ذي مركاسو حكيري إن الله وعدكم وعد الحق الله بلن قاطبوا إنسيين ووعدتكم أنه أحباب ذين بلن قاضي فأخلفتكم وان ذين كقبحي بلنتي أن ذين قاضي آنها مركان ذين وعدك سمين ينا وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم حوق إذن كمكينين أود أن لي إذن كمكينين وإذن يركني إذن كان إدبك شرع ذين فاستجبتم لي أنا أجيبتين مركان ما أنت قيامه بألا جوغاي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم أنا يالا إدقال من يالا إدقال نفتي إن الدقال أبو كؤرنا يوم وحولي ما أنا بمسرخكم وما أنتم بمسرخي إذن كروحي ما تركرتان وإنت عيسى برمتان تضحي تري ماهدين أنه حي إذن ما تركر عذابك إلهي إذن كما ديقك روي
مركزوا لإني كفرت بما أشركتموني من قبل وحي أشهد إله إلا وذا جسى شركي قابي سميسين وكو قالوا ببو أرنايا يعني ما أنتسوا كبري نقنايا ما لأن ضد الله قتقين قفك أن الله قتقين أيه قتقين مركز شيطانكو أرنكاس أيو سمية ونكبري نقضى عد العدي الرعض أدونكو أكبري نقضى آخر أكبري نقنايا رواية ابن جرير الطبري ابن جرير الطبري باورينا سنة كيدن وصحيح وهي رواية داس وأثر ابن ماركي عبد الله بن سعودي علي بن أبي طالب لبضب أي وريان لقوريه لكن هذا أثر كأيه موقوف كيهي لبضى صحابي موقوف كيهي وأنا صحيح وي مرك في حكم المرفوع بوليه يعني ماركي حديث نبي الله كريه لي أوكله أي حكم كيس قادنية مثل كشيطان كأيه ابن جرير الطبري سوء كوريا لكن رواية دان لما ده كرو يعني آيات دان لفت هذا بي كمثل الشيطان بي لم يتعي لما أوراني أيضا لفت هذا كسو دكت لما أوراني تزيين كشيطان كأي مثل كاللوك هنا قفك إنه كفر كرده وحوليه هاي عبد الله المسعود حوين با وحي أهيد عرب الراعي جلك من مارة الراهبة ومارة من عباد النصارى كمدة نصارى ذا قوة سوفياش وجاهلين تا كمدة حبين كي بيوحي أسوه ينجرتي راهب كمال أكتساه سيحنجرت سوفيق أكتساه أي سوى سيحنجرتي ما ننتي الدنبه أي شيطان أقر حيوه يرقبضا ما شاهبه والبصوصي حتى كلي قيدا ما فجور كسا ميزن مركز أسوه دكتي قبضي بو كزينيستي مركو قبضي كزينيستي قبضي وي أورتي أور بي قادي مركي يعني أور كأي قادي أي شيطان أييني أسجد شيطان بسوفيق ويمي كاسو يري ورن وينو لا يقانات هاي كبدين اور بي قادي مقاله دو كعيد بود كعيد وغي ساي كبد الدل مركا ديشنا ميل حبل كواس يان اذن اوغانين مركي لوغ ويديو انغو ما ارق دو ورن كما هيده ما هيل نين شيخ هو ددكو اي روميسان يان وركيس قولكيس لا مقليو ايا تحي انت اسكو دربو يري سيديبو مركا ييل غبديبو ديلي markaasu gabadhi aasay markay uur yeelatay dabadeed buu ka dilay buu gabadhi hadana buu aasay oo duugay sheeydaanka inta kuma ekaanine wuxuu sameeyay gabadha waxa la dhashay afar wiil baa la dhalatay afartii wiil oo habeenkii xulum iyo ruuyo ugu tagay habeenkii buu ruuyadii buu ugu tago wax u sheeg wax uu tusay markaasu wuxuu yiri ninka raahibka la yiraahdo Soomaacada halka ay halka degan ayaa gabadhiini walaashiina hay farxumeeyay oo uurbo u yeelay waa u dilay markaasuu meel hebelna ku aasay arrinkaas uu sheegay afartoodii waa wada maray riyadii boo inta ugu sheegay markii waagi oo bariyay ya afartii wiil markii isku yimaadeen mid kamidii ayaa wuxuu yiri wallahi laqad ra'aytu al-barihata ru'ya ma adri aqsuha alaykum ama atruk ru'yaba hal arkay la yaab leh ما قرنا يميدين شيئا مسوس كدافع مركز يده النوشك مركزه أرنت أول رمي مركو قصدي شيئا أيام متك الوحي إلى أنا قبل والله حال ساسان رك إلى أفرت ذي إيرادا مدو البابا أنا قبل ساسان أرك إيرادا مركزه مرك أنت هو الأركان بوحي إيرادين فوالله ما هذا إلا لشيء وحباج جري أرن كان اسكمد عينه وحباج جري بإيرادين بل نبحية بيدهم ويتقان suufigii bay u tageen gabadhii bay waydiyeen markin buu yiri beel jirtana warka ma hayo waa ka diideen waa maartay yaani waa soo dajiyeen Soomaacadii ka soo dajiyeen markii la soo dajiyo ninkii la wato walina aan waxba lagu sameeynin ba sheeydaankii hadana la kulmay raahibkii buu iimaanayay suufigii ah markaas uu yiri inni wallahi alladhi awqa'tuka fi hada sheeydaanka ku dhahay buu yiri ilaah baan ku dhaartay ana arintan ku dhex araa kugu riday ana ku galiye sababkoogu aha markaas uu walan yinjika minhu ghayri arintan aniga cidaan ahayn oo maanta kaabad baadin karta hay majirta buu e fasjud li sajdatan waahida hal mar kali ii sujud si aan arinta kaaga badbaadiyo maanta markaas uu fasajada lahu hadana uu sujudo ku gaalo awl macsiib uu ku riday hadana kufri buu ku riday waa gaalaysiyay markii uu yaani maarta u sujuuday oo yiri wixii kugu dhacay baan maarta ka korinaya fatabarra'a minhu markaas uu ka bari noqdo iskaga tagay buu ninkii bay qabteen waa dileen
marka yaani meedki gabadha markuu tusay maasha ku aasnay ayay markana asaga meeshii ay ku dileen weeyaan asagoo kaafira buu adduunkii ka tagay marka sheeydaanku markuu ku galiyo shayga oo xumada uu ku galiyo hadana uu kaaga bari noqonayaa fi dunya wa fil aakhira adduunkii aakhiradaba labadaba uu kaaga bari noqonayaa weeyaan marka kuwani منافقين تحالكود شيطان كاسو كلو لميديه markii reeban nadir ay dagaal galiyeen ay uga baxeen waxna uma eenan kariin wey kamathal shaytani mathalhum halkood kamathal shaytani shaydaankii halkiisii arinkiisii buu lamidiyay id waqti yaani mar shaydaankii qaalo uu yiri lil insani qofka bani aadamka uu ku yiri ukfur gaalow falamma kafara markuu gaalobay أي قال الشيطان كوحو يري إني بريء منك أنا بريبان كا أهيبو يري إني أنا بريء بريبان هاي منك أذيان كا بريء أهيبو كير محايا لإني أنا أخاف الله الله بان كبقي اللي هي رب العالمين عالمين تربي قوذيها أيان كعفسان أيا مرك خوف كاسبا أرنتا إبو حنبارينا كا بري النغضو لكن وابين تيسي نارتو كو أكيدا يكوحو جنيا أويا الله مركب محويري فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها فكان عاقبتهما يعني لبدو ذي عربتو ذي وحي أهاتي لبدو ذي واكوين وشيطانك إيه إنسانك الله يرسوش يسكو كفري وشيطانك أطيعي كفري مارتي كراعي لبداس عربتو ذي وحي أهاتي أنهما أيقبا في النار النار دحل دين كسوين نارتي دحل دين كسوين خالدين ايغا اكو واريو فيها نار تدخليد كو واريو وليود كو جيريا ابد الابدين نار تاس تدخليد كو جيريا ويا وذلك ارنتاس او اه يعني نار تو لوغو وارايه جزاء الظالمين اي جزاء الكافرين كو كفارت او ظالمين تو مشركين تا جزاهودي وي وابالك ابال مرنت اليه وتاس ويا marka fa kana aaqibatahuma kana ism khabar kedi soo hormaray way aaqibatahuma annahuma fi an-nari dasna wa huwa ismki kana oo martay dib dhacay weeyaan fa kana aaqibatahuma iribtoodi waxay ahaatay insaanki kaafir ka aha iyo sheeydaanki bani nadir kuwa kufarta aha iyo munaafiqiin tiiba annahuma ayyuba fi an-nari narti dhaxdeedii inay ku sugan yihiin خالدين أيقوا أكوا واريا فيها نار تدحليد أكوا واريا ولقد أكوا جريا ويا وذلك الخلود في النار قال سوشي ذلك المذكور وأه الخلود في النار نار الله أولغوا واراه جزاء الظالمين تتك ظالمين تا أبا المرين توديوي وجزاء الكفار بلوجينا جزاء كل ظالم قفكست الظالم وكافر ayaa naarta ku waaro marka dulmiga halkaan waxa loo jeedaa macna kufr wa shirk ba loo jeedaa wal kaafiruna humu dhalimun ilaahi ilay inna shirka la dhulmun adheem marka kufr ba loo jeedaa ma illa qaf muslimu aasi loo ma jeedo qofka muslimku aasiga ah naarta kuma waaro madhabka ahlus sunnah waa taa weeyaa naar kuma waaro marka waa dadka dhalimiinta kufaarta ah weeyaan dadka naarta ilaahi uu ku waarinayo يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تي الله رسولك سر ميو اتقوا الله الله كعبسر ولتنظر هأكتو هفيرسو نفس النفي هفيرسو ما قدمت وحي أي هرمرستي وحي هرمرسي لغد بريتو وحي أهرمرس إلى غد بري وحي أهرمرستي هأكتو هفيرسو واتقوا الله الله كبقى حداتهين تفكي مؤمنين تاها إلهي كعبصد سبحانه وتعالى ووحا أقبق ذان بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وحو إذن فروا الله تمادان وحو إذن كربيو أتكهر تاموه محايا لإن الله ألي خبير أليه قن أقوي بما تعملون وحد سمين إيسان علم بأوليه يعني وعالم بجميع أعمالكم وأحوالكم لا تخفى عليه منكم خافية wa ilaahi ka qarsoon malaha amaashiinu ogyahay xaaladihiina dambo ka warqaba sida darteed fa huwa yujaziikum bi a'maalikum amaashiinu rabbi idin ka abaal marini in khayran fa khayrun wa in sharran fa shar wixii aad la timaadaan haday khayr tahay in khayr baad idin ku abaal marin haday shar tahay in shar baad idin ku abaal marinayaa marka aayadan
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله تقوى الإلهي بلغو بلابي تقوى ذانا لغو ختمي لما جهر بالسوع العلي عبصد إلهي سبحانه وتعالى مركا ولأجل التأكيد تذكى إن تقوى إلهي الله كعبصد لغو بوريو حوجين لحوجين يدرتي أي أرنتاس لغو مارتي لما جهر بالسوع العلي ويا الله مركا وحوليه سبحانه وتعالى نفول بكل جي أدونك أنت يجوكتو بل حفي رسو وحي آخر جيستي حتى أولي فرصتها يستا قفك وقت قالوا كلو فرصتها يستا أنت نلشو أدونك أي كجرتو حياتك كجرتو بفرصتها يستا مرد آدمتو عملك أقواقو أي حتى مركو حال ربا إنا حساب تنتو وحيدا ذا العلماء ذا آيدا وحا كجرو وحا فيها نوع حسابنا كسوكم بيدا نوع حسابك كم إذا كسر ورأديك ديبس كل حسابي وهذا الكي عمره كلو بيجري حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ورنفتي إن حسابية أنت أنا بالقيامة الذين حسابني أديك مركز ديبس كقول نقو محيطها عمل كاغو محال لقاق باهية أدون كان محال ووكيني الله محوكا دونية حقا أسعطا محاكا هرريو وحين أظهر مرسطه وحي أظهر مرسطه خير إن أظهر مرسطه أيال وقتل ترسيني آيات دان مركة نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام قواب بذن بكد أسر دليشن جري وحكم إذا مركي صدقه أوكلا قفك إنه خير كاللبه خير كصدقه إنه هر مرصده أيها النبي عليه الصلاة والسلام صحابة سكتر ترسين جري حديث إمام أحمد في مسنده أكو ورناي وكذلك إمام مسلم في صحيح أكو ورناي حديث جرير بن عبد الله البجلي جرير بن عبد الله إنه النبي كورنا رضي الله عنه وحوليها جرير كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صدر النهار مارنتي وقت الظهر كأكتي ساعة مارنتي أول كيدي بأن النبي قال جوغنا صلوات الله وسلامه عليه أنا جوغنا فجاء قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباي وحايمت يعني كبلا وأن كبقرين وعقعت وأن برقرين وقاقاون بركود أو جحجحية قيال جحجحوته متقلد السيوف سيفهم رأي قربك أسريه عامتهم من مضر أو كلهم من مضر لما أنت أما بدن كود قبيلة مارت مضر لي رحلة بي كتر سيه نبي مركو تبعت ذي رفاتك كم وقددتك مركو أركي فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة نبي وجهي سبا اسبدلي او دور سومي دباتده ددك هيسته مركو اركبو اد وجهي سلا بدلي مركاسو فدخل ثم خرج غورغيسو غلا انه وخ راديو او وخ ددك وخ سيو وانا سو بخي نبي عليه الصلاه والسلام لان النبي خوله مكي سن جيره صلوات الله وسلامه عليه مركو سو بخي فامر بلالا فاذن واقام الصلاه وادمي بلال بو امري بلال وادمي صلاه ديبال لا اقيمي مركي صلاه دي يعني لا اقيمينا نبي فصلى ثم خطب تذكي توجيه مركو توجيه خطب واخريه مركاسو خير يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ايضا ستقوى الهي تسنيس اي اخريه وقرأ الآية التي في سورة الحشر أيضا النبي هو أخري يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون أيضا هو أخري ويان مركز النبي حويري تصدق رجل من ديناري من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق التمرة يعني حويري قف وحو صدق يستوي بمعنى ها صدق يستوي دينار كيس وحكا ديبه ذهب كعوها يستوي حكا ديبه درهم كيس وحكا ديبه في ضدق لعجت قال إنك درهم ليلة هذاي أوها يستوي حكا ديبه بر كيس وحكا ديبه يعني مارتي برك أوها يستقام ذيك أوها يستوي حكا بحيو تمرت أوها يستوي حكا ديبه إلا أو نبيه قارسي يسوه ذي وارتمر جيحيد بأ الله كدقي مارت قفك حديب أبوي مركاسا من مركز كمذا صحابتي أولي بأنصارت كمذا أيوح إليها جابر فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها وحولي من يعني مارتي حوضات قعماء كسو قاضي
oo raashin abu leeyni oo gacantisa inay qaadi weeyso ay suuragal tahay gacmihiisa ay qaadi waayeen buu keenay bal qad ajasat buu markaas marka dadkii oo dhan markii nin walba uu sadaqaysto wax la yimid ila halkaas laba tuur ama laba karor oo ama raashin iyo dhar ah nabiga agtiisa la soo dhoobay markaas ayuu nabiga kaleey salaatu wasalaam markuu arkay يعني مركو أرنتا أركي أيا تهلل وجهه وجهي سنبقى أوئفي كأنه مذهبة يعني مركو فرح درتي تدك مسلمين تسيد الله قرم ذي أيو مارتي ذهب أبد مدابونا وكاسو النبي هذا الكايري حديث كان أويري من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سن في الإسلام سنة سيئة كانت عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا قفك جديو إسلام كدحديث السنة حسنة سنة وناكسن جديو وحوليه أجر كي شيئا أو جديو يعد العدة شيئا أو جديو كعمل فشو أيوليه أيضا عد كعمل فشن أجر كيو ذا وحبال لقنس قامنين sidoo kale qofkii xumad bilaabo shay xun sunna sayyi'a dadka u jideeyo isaguna wuxuu leeyahay dambigeeda buu leeyahay ii cid al cid dambiga ku amal fasho ayadoo dadka dambiga ku amal falay anan dambigoodi laga nusqaaminayn oo ayaguna ay jasiihooda helayaan marka sadaqada waa shay islaamka kamid oo diinka kamid ah nabiga kaleey salaatu wasalaamna sunna xasan uu ka dhigo dadkiiba uu istaagey gaasi ruur walaalihi waxa la taro waxba la taray ajribu kuleeyah cid oo ugu yaray oo sameysan ajribu asagana ku yeelanay ku yeeristi weeyaan marka arintaas aayadan nabiga kaleey salaatu wasalaam taas u dhalishan jiray oo taqwada ilaahay wal tanbur nafsu ma qaddamat li gadin wa waxaad hormarsato weey waxaad adiga hormarsato baad ilaahay agtiisa ku leedahay weey ya ayyuha alladina aamanu mu'mininti allahi rasuulkiisa rumeyo ittaqullaaha ilaahi kabaqa wal tanbur ha eegto nafsu nafi ha eegto ma qaddamat waxay hormarsato li gadin barito waxay u hormarsato qiyaamihii ah غدو بالربا لو جينا الغدو بالربا يعني مارة عرط استعماشا وحير هذا شو كان يقول رحمه الله مركو سوغوري وحولية والعرب تكني وحولية من المستقبل بالغد مستقبل كمركي شيء مستقبلا أي كهض ليان بالربا إسكدها مركي إلى قيامه بلو جينا حفير سنفو حيحر مرسطي وبرتي حيحر مرسطي واتقوا الله إلهي كبغى waxa uga baqdan awaamirtiisu aad qaadataa wuxuu idin faray wuxuu idin ka reebana aad ka hartaan inna allaha alla khabirun allahi gun ogway oo yaani cilmi u lehwi bima taamaluna waxa samaynaysa mar haddii og yahay inuu idin ka abaal marin wa la takunu ha ahanina kalladina kuwi oo kala halmin noqonina nasullaha allah almaamay oo fa ansaahum allahna oo halmaamsiye anfusum naftooda oo halmaamsi markay rabbigoodi halmaameen oo ay ka tageen awaamirtiisi nawaahidiisina ay ku dhaceen ilaahna naftoodii oo halmaamsiyay kuwa halmaan noqonina walaaika kuwaas allah halmaamay oo ka tagay awaamirtiisi ku dhaqankeedi ka tagay oo allahna naftooda oo halmaamsiyay hum ayaga alfasiquuna kuwa taacada ka baxay ah oo kuwaas weeyaan alkhaarijiina an taa'ati allahi azza wa jalla wa ayaga weeyaan marka dadkaas halmaan noqonina buu allah leeyahay subhanahu wa ta'ala halla min qonina marka waxa weeye arinta aayadan waxa laga qaadani waxa la yiraahdaa al jazaa'u min jinsi al amal jazaa'u waxa weeye abal marinta wixii aad sameeyso oo kale umba lagu abal marinaya oo midalan waxa weeye ilaahay bay ka tageen daacadisi iyo maartay amarkii ilaahay uu faray bay ka tageen markay ka tageen allahna naftoodi masalixdeedi oo dhanbu halmaamsi aakhara حقوق ذي نفت أي لهيد أو نبا إلهي هالمامسيي وتاسا لو جيداو وحي لم يتأي فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أو كلوية مركي اللي حذين بار ربنا اللي حيي أو إلهي أو جيدي سبحانه وتعالى أي اللي رهذاوية ولذلك سفيان الثوري وحبي جري نسوا حق الله وحي هالمامين حق الله بي هالمامين فأنساهم حق أنفسهم markii alla xaqiisi halmaameen ayu rabbi wuxuu halmaamsiyay naftooda xaqi ay laha ay lahayd oo in cadaabka ka badbaado oo janno ay hesho ayu halmaamsiyay markaas ay wax alla wixii naarta gaarsiinay bay la yimaadeen weeyaan
ولا تكونوا أهاننا كالذين كوي هلا من نقننا نسوا الله الله المامي أوامرتي سئي مارة طاعدي خيرك إني قاتان يعني مارتي كتغي شرطين أقول لحظة هلا من نقننا وفأنصاهم الله أوها المامسي أنفسهم نفتو ذي أوها المامسي يعني حقوق ذي نفتو ذي أيلهد أوها المامسي وهي أولئك كواس هم أيها الفاسقون كوا طاعد إلهي كبحي فاسقين تأه وأيها ويا وكواس ويا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لا يستوي مسلنا أو مأكا كواس من ماءها أصحاب النار نار تدد كيدا إيه وأصحاب الجنة جنة تدد كيدا كواس من ماءها سكمد ماءها يعني حق فضلك حق الدرجة لنعول بي حكمك إلهي كو كسما معها أصحاب الجنة جنة الددكيد هم أيها الفائزون كو الليباني وأيها ويا فائزين تقول إستي وكو أسوي ويقول إستي محايا لي وحايكو قول إستي ومحايا وبكرامة الله عز وجل يوم القيامة ما لك قيامة إلهي أو كرامي بينما أو إهانيست أصحاب النار كان أو إلهي فجارتا عدل جيس أو كو إهانيست كوانو وأو كرامي رب سبحانه وتعالى ويا مرك لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة عدل جيس كمد ماها لبضاس إلا سمو أدونك بين كس النين قلنا أوامرت إلهي بيقادة مرك أدونك جوغين وهو رب كرابان ويكهرين قلنا أوامرت إلهي أوسي بيديدين نواهيدي إلهي أو كرابان ويلي مادين marka dadka isku jasaaman noqon karaan ilaahayna masimaayo adligana kamid ma aha labadaas in la simo aayadan aayada lamid ho tiro badan ayaanu maartay qaarna arki doona qaarna aan soo marnay weeyaan fi suurati saad waxaan ku soo marnay allah oranay am naj'alu alladheena aamanu wa 'amilu salihati kal mufsidina fil ard am naj'alu al muttaqina kal fujjar miyanu yeelayna dadka mu'miniinta amalka saliha la yimid mufsidiinta kal miyanu ka yeelayna تتك متقين ترب جود كب قنا فاجرين تنيان كلام الدجين وما يو عدل إلهي كبد معه في سورة الجاثية وقصة مرني أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون يعني ما وحي ملينا يعني كو سيئات كلي من حمدة إن كلام الدجين تتك مؤمنين تعمل كصالحة ليمي كو اللمدة noloshoodi dhimashadooda inay isku mid tahay miyan inaan ka yeelayna miyay maleynaya markaas ay leeyahay saa ma yahkumu waxay xukumeen ayaa xumaaday sax ma aha cadaalad ma aha in isku mid laga dhiga cadli gabid ma aha wey wan arki doona insha Allah ta'ala fi surati al-qalam Allah huulee afa naj'alu al-muslimina kal-mujrimin ma lakum kayfa tahkumun miyan mar dadka muslimiinta bal mujrimiinta kala ma dhigayna miya wa may wax dhici kara ma aha wey marka usluubkan la yistawi ashaabu an-naari wa ashaabu al-janna waxa weeyaan wa usluub ay qaanan culumada culumaa al-balaagha la yiraahdo wali wa fanniga fannil maaniiga maartay culumadaas fannil maani ka hadashay ay yiraahdaan waxay u garanayaan waxa la yiraahdaa wa inzaalul aalimi bi faa'idati al-khabari wa laazimaha manzilata al-jaahil yaani saasaydaan qofka شيء خبرك أرنتان وركان يعني قرن أيه فإذا ذيسا إيه لازم كيسا وحكايما وحكا لازم أيه قرن أيه أولا قلم مدنقه وأنا يعني وحي كبك منوي جاهل كوكالا قلم مدنقه معنى هذا وحوي قفك علم جيسا أنا كو عمل فرين علم جيسا أنا كو عمل فرين جاهل كوكالا قلم مدنقه أسلوب كاسا الاستعمالة كتاب كسومالي ذو أي أخريانه مارة الجوهر المكنون كليل هذا عبد الرحمن الأخضر أوليه وحوليه وربما أجري مجرى الجاهلي مخاطب إن كان غير عالم كقولنا لعالم ذي غفلة الذكر مفتاح لباب الحضرة يعني وحوليه وربما أجري مجرى الجاهلي وحال أركاء إلا دررسي لقم إدنقه قف جاهل أوكله مخاطب قفل لحظ ليه إن كان غير جاهل أصبح جاهل أحين أصبح جاهل أحين بجاهل لقدقا سيد الله يقول هذا وكله ننك عالمك أو غفلة كجره أو آنا ماركتي يعني عبادة سنين الخير كسمينين
وحان أق علم أوله مارت أو خلافي الذكر مفتاح لباب الحضرة ليلاد يعني وحي لم يتاي قف صلاة إنه واجب كتها قرني واجب إنه كتها قرني صلاة بو كتغي مركز أدوحا كل هذا قف كتارك صلاة كصلاة إنه وجوب كذي اعتقاد سن بوحد كله الصلاة واجبة ميونا أقول صلاة إنه واجب تاي وأقيا لكن وحاد دجس منزلة الجاهل قف أقين أو كلا كلام الدكتي تي أو كلا وين مركز لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ليلاد مسنا يعني ذاتك أهل الجنة وأهل النار تتسمى ما إن السنين والأقي هاي حضنا قفك أنا يعني حال لقلم الدقية منزلة الجاهل وروحس من معه أقاذوي سوسا لوجينه لا يستوي معك وكوس من معها أصحاب النار نار تدد كيدا وأصحاب الجنة جنة أهل كيدا دد كيدو كوس من معها أصحاب الجنة جنة أهل كيدو هم أيقا الفائزورة كو فائزي أقوليستي وإيقا ويا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هدان الدجين له هذا القرآن قرآن كان والنبي الله محمد لوسو الدجين على جبل بور كرك يتدار كسو الدجين له لرأيته النبي الله محمد وقد أرك له جبل كبار أرك له بورتي خاشعا أسقو مد خشوع صنعة متصدعا يعني دل دلاع أيه أو كلا دنبال ميه أياد أرك له محور لخشوع أيه أو لدنبال ميه من خشية الله من أجل خشية الله الله عفسيه سدرادي أيه لخشوع أيه أو لدل دلاع أيه وتلك تا الأمثال مثال ذا تسالوين كئه نضربها ونيلنا للناس تتكبا ويلنا يعني نبينها للناس تتكانوا عدينا مثلوين كئه تسالة محانوا عدينا لعلهم يتفكرون إنا يفكران درتي إنا يعقلوا ذكشة قيسيان دراديت بانوا عدينا ويلنا مركا هل كان آيادني قرآن كإله سبحانه وتعالى نبي الله محمد وكسوة دجيه يا قدر كيسا سو أسر يبان على تسيا إني تهي قلوب تددك أدوامها إني أخشو عضا إني لقم مارمان تهي أي هبوان تهي يعني لو شيقي مركي قرآن كمقلان إني أوامرتي سقاطان أحكر يبان أي كهران وعدي يسي وعيد كيسا إني كل لقمان أرنت إني حبان تهي أيال مارك ذاتك الحصوصين وحال ليه إذنك قرآن كان لذين سودجين حدانا إذنك لذين سودجين بورها أنو سودجين لهي بورتها جماعتك إيه بقحائه ودلدلاع إليه وين خشوع إليه إلهي عفسي دي سدرتي إذنك مركة أو بني آدم أو قلبيين أو سبقح أهين سبقح بقح قلبيين وقعت كاذيون أو خشوع إلى أذهين سبب قلبه إنه وجود بعلاقه قرآنك وجود بعلاقه بلوجي ذو مركا قرآنك الله سبحانه وتعالى وحناش في سورة الرعد نقص أمرنا حضوب القرآن جري لها بورهان لجس عتسيه أما أرض الوجود الدلاعيه أما دب تيل لجلها الله هذا قرآن سلاس وكراء جري لها كانوا بون قل لها أبو الله لي سبحانه وتعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى إمتى ستجر لها لكان هذا القرآن كانوا بقول نقول لها وي مرك قلوبتا بني يعني قلبك بني آدمك أيال ليه محيء خشوع إلى أضحي القرآن كأدمق للأذهين وصامرني في سورة الحديد ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وصامرنا أيضا سويا قلوبت مرك إلهي وحوشة قفك مرك قلبك قلبي يسعوق الله لبني آدم كاي إن أي حتى دكحانتك أذكتها حيال دكحة دكحانت قيب بضن بيليه في سورة البقرة كسامرنا وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وحكم إذا بورها كوا إنتي دلعان بيك صبحان بيك صبرقذان وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء كودر دلاع لدب المباجر ومر كان بيئه كصبحه أي مارة لي كور وبيئ البابا كصبحه ودرك يسوي وإن منها لما يهبط من خشية الله وحكم له بورها قار إلهي عبسيني درتي لدى أذن أيه لصوه وبنيه مكان كودي كسو دقيه أياك مدأه
لكن قلبك قلبك بني آدم مركو قلله وكأذك يا دغحانت ويان قلبيين مركو انه ادب على الرب القران كاسب رب لي لو انزلنا هدان دجن لهين هذا القران قران كان او كان على جبل بور دش هدان كنت دجن لهين لرأيته وأدرك لي نبي محمد أما قفي ولا لحد لي بورتي بعد أدرك لي خاشعا أصدر مد خشوع سمعة وخشوع عيو متصدعا هذا ندل دل الله عيو بعد أدرك لي من خشية الله من أجل خشية الله الله عرسي لي صدرات ديدنا لدل دل الله عيو وتلك تا الأمثال أمثلوين كئي تسالوين كئي يا نضربها عدينا آنو يلنا للناس دت كانوا يلنا أمثلوين كإلهي أم تصالة تصالوين أدو بذن أي قرآن كوشيغا شرك جو مثل السمية يعني كفر جو مثل السمية عبادة غير الله بقى الله السمية أمثلوين فربذن تتك أن دينك كلك منه كتغو أي أمثلوين الله السمية يعني قفك إنسلاخ كله إن بذن كسو حضر النميل بذن بقى إلهي أقوار رمضان لكن مثالك يا قرطعو كريا يا فهمه تتك عالمين تأم بقرطو سيدة الله في سورة العنكبوت أوليها وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون تتك أهل العلم قام بمثل كوحترا يحقق هذا الكرون محو إلهي مثل لذا أسمي لعلهم يتفكرون إنه يدفك فكران أو عقل قوذ كشقيسيان أو وحا حن حمان أيو أركان وناقن وناقو أركان درتيت أيان أمثلين كتتك وعد ينابولي هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب وشهادة هو الرحمن الرحيم يعني صدح لان آيضون الله سبحانه وتعالى صفات كيسي أسماء ذيسة أي الله أقوّر رميا صفات كيسي أسماء ذيسة الحسنى أي رب أقوّر رمي سبحانه وتعالى أو تصين أيو رب النمى ذيسة كون كان إنو أسأل معبود كيو رب كلي كي إله إنو يهي أو أحد كلو لو ذا قوّ ننجل أي تصين أيسا عظم ذيسي وين كيس واحد تصين أيو أي رب كقوّر رمي هو الله الذي قال له الله النبي الله محمد قرآنك كسو دجيه قرآنك كلام كيس أويهي أو الله إلا وحيدو لدون يكلق إلا عبودو معبود لقدكتا الله الله الذي قال له لا إله إلا هو لا إله إلا معبود بحق معبود حق لقعابداء سنجر إلا هو أسقم ويهي أحد كلو عبادس أي حق تأوننجر والله سوي عالم الغيب هو الله عالم الغيب وحمقا الذي علم أوله ويؤب وشهادة حاضر كأه جوغنا الله أرك علمه أوله وي يعني سيد الشيء حاضر كمارتي أو أرك أوغيهي أي شيء غائب كان رب أوغي غيب ككلي أكور قباوية وعلمه سساس واسع ويهي هو الله الرحمن الذي نحريس بالله له وأدوما بيسؤلنا حريستا ويا الرحيم الله نحريستا قاركا بحيا ويا ومارتي يعني مؤمنين تيسا كقوني يالو الله سويا سبحانه وتعالى الله يعني أرنتا سولي لا إله إلا هو لفظك الله ليراذا لوخر مريه هو الله الله هو الله كليا علمك ولفظ الجلالة الله كليا اسكال عدك الله ما استعمال هو الله 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 الذي أليه وي لا إله إلا معبود بحق معبود حق لقع عبداء أسنجرين أحد كلي إلا هو أسقم وي أسقم كلي أي عبادي سحقتها لا معبود بحق إلا هو فلا رب سواه ولا معبود غيره مجره أحد كلي لعابده وحالله وحي كسو حري وإلهي كسو حري لعابدنا عبادي سو عبادة باطلة هوية عالم الغيب الله هو الله عالم الغيب وحمقا كي أقوي وشهادة وح حاضر كان وأقيا رب علم وأولي هوية وهو هو الله هو الله الرحمن الذي نحريس بدن والرحمة ديس أي واسعة هاي يعني وإسكال الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات نحريس المخلوقات كون كل من يسو الله إسكاله الرحيم الله النحريس قارك أسكاله ويا مرك الله والرحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما وكاوية أدوني آخرة إلهي بأن حريص تابلارا نسكال كتب ربكم على نفسه الرحمة الله في سورة الأنعام ساسو كلي في سورة الأعراف حولي ورحمتي وسعت كل شيء رحمة إذا الشيء كستكون لقيمة واسع النقطة ويا هو الله الله الله
الذي أله وي لا إله أي لا معبود بحق معبود حق لعابد أو سنجر إلا هو إسقمويه مرك لا إله إلا الله لفسر أيه لا إله إلا هو وإن لقفسر لا معبود بحق وإن لا معبود بحق لقفسر أحد عباد له أو الله كصحر مجرى اللي يراده لكن أتراد لا رازق أيه يعني ما رأيتي لا خالق يا كفسرته مشركين تب إله إنه الرازق يا خالق يا ويقين تفسير كالتبليغ إن بدنا نكمل أي أخريان تفسير صح معها تفسير كأهل السنة وإن إرادة لا معبود بحق إلا الله أحد عبادة حق له مجره اللهم وي أحد كلو له مجره إلا إرادة وي الملك الله وألا بقره وبقره القدوس يعني بقر وي إلهي وملك مركل إليه أسجى كون كان كنت تصرفه مع مشوية عدنا وذاك تامجر القدوس وعلى طهر سن وإلهي عيبه طنب مارتي لقه فويا مركا القدوس ابن كثير رحمه الله مركو فسري وعليه قال وهب بن منبه الطاهر وحلوج إذا وعلى الطاهر وعيبه طنك طاهر سنويا مجاهد وكر مركو فسري وحولي المبارك وألا البركيه وبركيه سأي بدنته ابن جريج وكر مركو كسو قوريني وحولي تقدسه الملائكة الكرام ملائكة ونواناكسن بإلهي طهرته ووحنا ضمكه افتويا الله سبحانه القدوس السلام والله يعني نسقان وضمك بدباذي السلام يعني الله بدباذي او وح الله وحي نفسه اي عيب او ذنب كبد باذي ويا محو كبد باذي لكماله في ذاته وصفاته وافعاله وقال الله ما يسترن لا تذيس افعاشي صفات كيس كل بو الهي الله ما يستريه مرك عيب او ذنب الهي سبحانه وتعالى او كبد باذي ويا المؤمن والله الواهب الامن لعباده الله يعني امن جهبيه ادومنيسا نبت كليه ويا أو بدبادية ويان يعني سداس معناها سؤال وفسرة إلا إذا هذا فعلك وحوى من أمينه أمن قال لك أنا ضد الخوف أدو مديسة يعني من أدو مديسة عذاب مؤمنين تاء عذاب كيس كبدبادية وي إلا إذا أما سدى أمارة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أو كفسرة وحوليه صدق عباده المؤمنين في إيمانهم به والله أرمي المؤمن الله أرمي ذلك مؤمنين إيمانك هذا أي رميين الله أرمي ويا المهيمن الله إلالي المهيمن ويا الله والله الشيء كستكل يعني إلالينا أو أركي ومطلع أو الرقيب أو هويا يعني الرقيب الشهيد على كل شيء شيء كستكل الله إلالي أو هيمني ويا الرقيب على أعمال عباده أدومديس عمل كأي سمايني الله إلى لنا يؤرك يويا معنا وحويه وحالي إلى هذا هيمن فلان يهيمن فهو مهيمن حدات إلى هذا إذا كان رقيبا على الشيء شيء مركو قفك إلى لي أو ضرب لي إلى هذا هيمن فلان على الشيء شيء يبو إلى لي يبات أرن يساوي وصامر في سورة المائدة الله مركو ربك ورمي وحويري وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه كتاب القرآن ومهيمنا عليه مرك هيمن ذا ومعنها سألوجي ذاوي وحوي الله نفكست كل جيد والله إلى علينا يعماش الدوام ذا كور قبويا أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت الله الله ذل تاجن أو رقيبك إلى لناي نفكست كل قد وحي كسب توية العزيز الله عزيز الله العزيز والله مارت عزة شرف وبن له أو يعني مارت قاهره أود له خل أدم ديسة يعني قهره ويان الله سبحانه وتعالى العزيز الله أود له وعزة شرف بله ويا الجبار الله مارتي الدومديس كبس بدن ويا جبار كلام معنى ذا مفسرين تو كفسران إلا يرهذا وحاله كاني من جبر إذا أصلح الكسرة مركي قفك جبك أو جبو لكبو كبتانك لكبو ولا يرهذا أو جبر ذا مركي جبار ويا الله هو مت كبت بدن الدومديس مو كبا
وامحي كي جرنا أبو عافية كي فقير كبو مارة حولسية يعني مارة كي توبكين ذنوب تؤدافة وقال لك كبيد بذن ويان أدوم ذي سوكبا أما إن لي رهضه وحالك كان من جبره على كذا إذا أكرهه على ما أراده مركا وحوي الجبار الله خصب بذن وأدومذي سوح الله وحوضونه كخصب ويان وحالله وحوضونه وأدومذي سوح كخصب ويان لبدا معناه الله ومعناه ونسوي المتكبر الله والله يعني عظم ماذا يوينك إسكاله ومتكبر خلق جيسا يعني مارتي متكوينوي نسقان وطن متكسر يوي تاسع لوجه المتكبر الذي تكبر من كل نقص نسقان كست كل يد إلهي وكوين هذا سبحانه وتعالى وتعظم عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته وعلى وحانا أعنت من أوطن وككر نغضي الله سبحانه وتعالى وهي. المتكبر كبرياء إلهي بأسكال سبحانه وتعالى أسكى كبر كيوينك يا عظم هذا أسكى أسكال عد بني آدم حدين شيغته ولو عذاب سيد ومارتي نبي النبي نو شيغ حديث القدسي في صحيح مسلم كسغنا او الله كورني العظمه ازاري الله باورني والكبرياء ردائي وينكو وحا ويان وا هسدنتيغي والكبرياء ردائي وينك الكبرياء غنا وا غويغي وي فمن نازعني في واحد منهما عذبته قفك اغردوا لبدا ميد كميدي وان عذابي وي marka kibirka adoomadu ma leh allah ba iskale wala kul kibriya fi samawati wal ard allah iskale subhanahu wa ta'ala wi subhanallahi allah nazahnaday subhanallahi allah hufnaday amma yushrikuna ay an shirkihim shirkigooda iyo maarta gaalnimadoodi wadaajintooda rabbi ay adoomadiisi cibaadadiisi ay la wadaajiyeen ilaahi ba ka hufnaado oo ka nazahnaday weeyan huwa allah allahu allahu الله الخالق أسجوا حبوره سجى خالقا عباد حكم تيستي أو معبود أو كي كونه خالقا سجوا حبوره تاس حكم تيستي الله والخالق البارئ الله وحبوره ويا رب سبحانه وتعالى يعني المنشئ المخترع بالوجه ذا وأسجوا مالك قياس قاتيجرين الله شيء أبوره أسجوا مخترع أسجوا بلا بيوي والبارئ المصور الله هو المصور الذي يصور الخلق في الأرحام كيف يشاء والله وحصوريه الله وحوي المصور الله وحصوريه خلق جيسا صورة ضدنك أبوره يعني إله سبحانه وتعالى ودجد يعني صنع ذي تصوير تأوسمي بني آدم ككليه كسقب من لدن آدم إلى قيام الساعة وهل تاك أن كبدنين لبدا لنعمرك إلا في وجهك وهل تاك لنعاني لنعمرك أفيرسه مدو أقنى مالك يسد الدوية دوائك للدوين تصوير عجيب ومصور إلهي سبحانه وتعالى السقاسة ما يسد الله في سورة العمران وكلية هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صوتوا نبو ربي أدوى ماذا أصورا مركا إلقوا أقمجرتم فرفر أقل ما أركو وجه وجه أقل مجره والله مصوره بينما إنسان إسرائيين بني آدم أيهين الله والله تصوير تأسكله له الله حوليه الأسماء الحسنى مقعيه ونواناكسا ربي بأسكله سبحانه وتعالى مقع كستوء سريه أو وناكسا الله بأسكله سفك كستوء سريسنا الله أسكله سبحانه وتعالى ويه مدعو إلهي ليه رب كبريا هو إلهي وحكوه ديستا وأسماء ديسا وإيران كوه ديسانا لدوري الله أولي سبحانه وتعالى في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الله إسكال أسماء ونوانا سنة أيضا ربي مارة كبريا نبينا عليه الصلاة والسلام ونوشة غيري حديث إمام البخاري من مسلم في صحيحيهما يكوريان حديث أبي هريرة ورسول كير عليه الصلاة والسلام إن لله 99 أسماء 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة الله حولي سقال سقاشا مقع بقلبه لي إلا حلمه إد ألا عندي كوبته وصليته وآخر ساعة دخل الجنة جنة ذي بيقال يساوي إلهي أسماء ذي سكبري يعني مارت انت وحك جن اي انس اي عدك لأقيشن لهي الله كني أقيش ساوك وقفلا إلهي كبري مقعي ذي سوى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس وهذا أسماء ذي لو تريوك إلهي إنه كبري نبال دوني
له الله وحوليه الأسماء مقعيدة الحسنة والوناكسراب وليه يسبح وحا تسبح صده ونسقانه بنكه فله الله وحاكو تسبح صده ووحا معن تمينه ضمب كفقه ما في السماوات سمالها دحده وحا كسدف مخلوقاتك كسدا والأرض ملك دحديس مخلوقاتك كسدا أي ربك تسبح صده وليه وهو الله العزيز الذي أمر كسع غالبي حوي ولا يغلبه أحد الحكيم الله حكمة لوي ومعرفتي شيء كستم كل جميش مناسب كأو أهدقه والله ويا سورة وحلقوا بلا بتصبيح وإله نسقان لقف 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 سبح لله ما في السماوات وما في الأرض بلا بلا تصبيح ذنوا لقو ختمي ويا هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد